لما تفكر انك تشتري كمبيوتر على طول تفكر بالحجم الكبير حق الكمبيوتر وايضا الكلفه العاليه حقت هذا الكمبيوتر. ولا في شيء ثاني، كمبيوتر كامل اصغر من الايفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. كم مره سمعت عن مدارس فيها كمبيوترات جدا سيئه؟ ولما نتكلم على تاثيث هذه المدارس بكمبيوترات جديده، التكلفه تكون مئات الالوف. ترى الموضوع أرخص ما تتوقعه، بما أنه التقنية تتطور أيضا ترخص والجودة ترتفع. هذا شيء طبيعي، هذا شيء خاصين منه، طبيعة الكون كذا وطبيعة الأجهزة التقنية كذا. هذا اللي معاي كمبيوتر كامل صنعته شركة انتل، يسمى كمبيوتر ستيك، يعني إصبع كمبيوتر. الفكرة أنه من هنا تركبه على شاشة، شاشة فيها HDMI. شاشات الـ HDMI تقدر تلاقي عرض جدا كويس في الأسواق بشاشة بـ 200-300 ريال. شاشات اللي تكون 21 نشوفه 200-300 ريال تقدر تجيب شاشة، ممتاز؟ هذه 200-300 ريال، هذا كله على بعضه 500-600 ريال. انت قاعد تتكلم لوحة مفاتيح لاسلكية 70 ريال مع نفس الفارة اللاسلكية، نوع عادي نوع جيد، نتكلم 200-570، ما وصلنا 800 ريال. يعني تقريبا قاعدين نتكلم على 800-900 ريال لكمبيوتر واحد متكامل، فيه النظام التشغيلي حق الويندوز، في سعة تخزينية تقدر تحطها بكرت ذاكرة، ف 30 ريال، يلا نحط كرت ذاكرة هنا يكون 20 جيجا حاجة زي كذا، وانتهينا. تبغى تشغل هذا نفس منفذ اليو اس بي اللي على الشاشة وانتهيت. يعني انا عن نفسي شخصيا الحين في الفندق اللي جيت عليه هنا ببيروت، كمبيوتري الكامل هذا هو اخذته معاي، لا لابتوب ولا يحزنون، اللابتوب قاعد اخلص فيه شغلي، شغل الاوراق وما الاوراق كلها على ذا، في واي فاي، في بلوتوث، في اشياء كثيره موجوده. هذا هو الحين الكمبيوتر شغلته جد، انا قد شغلته زمان في الرياض. فهذا هو الكمبيوتر، شوفوا القطعه اساسيه، هذه القطعه الاساسيه، حاط فيها هذه على اساس انه تعطي باور، وهذه حقه الفاره والكيبورد. فالحين الكمبيوتر حطيت كلمه السر، هذا الحين يشتغل كمبيوتر كامل نظام ويندوز 10. اوكي، لوحة المفاتيح تبغاها على الشاشة عشان لو تبغى تستخدم الفارة فقط، او تقدر تسكر لوحة المفاتيح ويصير هذا هو ويندوز عندك. يعني شوف حتى الاشياء اللي كنت حطيت السوي حق مايكروسوفت، طبعا هو وورد 2016 كامل، باقة الوورد محطوطة، محطوط عندكم اللغتين العربي والانجليزي، ولا ننسى انه عندكم الواي فاي موجود، هذا الواي فاي، هذا الروتان اللي احنا عليه فندق. فتكلم عن نظام الويندوز كامل، شوف شغل الوورد، والمفروض انه ياخذ وقت. طبعا الجهاز ما نقول انه اقوى جهاز في العالم، ولكن يشغل كل شيء باداء جدا جيد. الغاء الامر، هذا الاشتراك، يبغانا نجدد الاشتراك حق الاوفيس، ولكن هذا هو. وتجديد اشتراك الاوفيس يعني تاخذ، اذا انت مدرسه بتاخذ تخفيض جذري على باقة الأوفيس وأمورك زي الفل الصغير. فلما نتكلم على المدارس، وأن المدارس تحط عندها أجهزة، إذا المعمل حق المدرسة فيه 40 كمبيوتر، 40 كمبيوتر ضرب 800 ريال، 32 ألف ريال و40 كمبيوتر تأثثت. هذا غير أنه حسبنا الربح حق الناس، لأنه هذه الأسعار اللي هي بالحبة، فما بالك عد في الجملة. يعني 40 كمبيوتر 32 ألف ريال، وبالتالي 400 كمبيوتر 320 ألف ريال. مدارس الرياض كلها إذا سويناها كم نطلع، كم ندفع؟ يعني الموضوع أرخص. لو إنك تتكلم على تقنيات تشتري أصلي، ما في كوبي، ما في جيب هذا نسخة 100-100، ما في كويس هذا كوبي 100-100، ما ابعد عن الشيء ذا. أي شخص ابعد، أنت في بيتك تحط جهاز جديد الكل يستخدمه ب 800 ريال، أي واحد ثاني يحط جهاز جديد في مدرسته، في بيته، في مكتبه ب 800 ريال. الفكر تغير والتقنية تغيرت. كمبيوتر زي هذا يمدي يتحمل عليه الأوفيس، يمديك تسوي عليه التدريبات للطلبة، لأنك ما تحتاج كمبيوتر قوي خارق، كل اللي تحتاج تسويه شوية برامج وشوية أشياء، هذا يكفي ويوفي. فليش التكلفات العالية؟ وليش أصلا نفكر أنه إذا أنت تبغى تشتري كمبيوتر لازم 3-4 آلاف ريال للجهاز الواحد، وبعد 4 سنوات يكون قديم ما يسوى والغبار عليه؟ هنا بدل هذا وبتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.